والسلام والرحمة والبركة على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسمي وشرح مناتي محلي باب كتاب البيوع بعصا خطاندنا خيارة بعيدة وشبكن قواني حيوان أخو جريدن وبفروشن باشي دا كذا في المشيري فربا قواني فربا فريد زيدا بستينة أكثر دي خبر سليمان عبد السلام تبخير في الصحيفة شصد وبينج ها التصرم حرام ما أعطنا وجهي كلام كيف الله سليمان عبد السلام التصفية حرام تصفية حرام شمكي خاطن ويا تصفية شيء أن تربة أخلاف ناقتي ببالا مشكرني أو ممك سري بيسيرا دري أو غيريا يا غير ناقدي ولا تحلبان نيدوت يومين أو أكثر روكي دروجا سيروجا ندوشد كما فيجتمع اللبن في ضرعها وهاني ويدا شير طوب به وهاني مزن بدن ويظن الجاهل بحالها بحال تصفية نظن أكبر تصفية كرنا يعني قهاني وقريدانا أو يزن بك كثرة ما تحليبه كل يومين بيقول لا والله دمك قهاني ذا مزن دمك شيري ويبره فيرغب في شرائها ذكرينا ويدر ويتشفيق بك بزيادة بيجا والله أقل كده كعاد بذي قازه كعاد شصد وبينجا صعيفة مانا نوح مالي أزلم أقول دوام بك مجمل النوح رأجو صعيبة شصد وبينجا تكرم كأزلم تمام جاد جو أن تربة أخلاف الناقة أخلاف شيء جمع خلفة بكسر المعجمة خل وسكون اللام خلفة أي في حلمة قرع أو سر كسيرة أو كيوانا جوانا وانا إيه حيوانا يعني سري بيسيرا أزولان دنا مقو كنت ببين سري بيسيرا تل إنسانا نحقية كي بيسيرا بيرا كان ببين سري جوانا سري جوانا بيسيرا عيني هلا عيني بس بني أم أزولان مقو أم ديل جينا ديل جي زمان دا هر مثلا özellik خصائص انسان عينه او حيوان عينه تو مثلا جب بيرك ربي غوهاني غوهاني بيرك نحقيه غوهان غوهان ابي حيوان او بيسير انسان بله والاصل في التحريم اصل الحراميه ده والمعنى فيه معناه اصل الحراميه ده التلبيش تو خبطنا خفن رشاد عيبيه او نجم لك معترضه بسيدا بسيدا او نجم لك معترضه بحديثه عن بدن خبره والاصل سيدا مشارك والاصل في التحريم والمعنى في التلبيس الاصل حديث الشيخين ولا عين خبر سيدا نص پیغمبر قلت شيء لا تسر الابل والغنم غاني ميا الدواء نجري الندم فمن ابتاعها بعد ذلك يكو فكرة يكشتي جريدان ده جريدن بيشيري اوكي قوهان المدوشن جريدن فهو يكو فكرة بخير النظرين بخير دنيا اقتنايا بعد ان يحلبها بشيكو بدوشها أو شركة أو هذا نظر أما إن رديها أمسكها أجاكو قبول بك أو حيوان بدا سكناندون وكرية شو خديها وإن سخطها بولا ومخافان ديها ردها أو حيوان ودذي ومصرات أو رد بك وصاعا من تمرين أو كيو الشكي كيجي ورماه أو بديك يعني جرا خيار هي قصة جاسي بل مش ماني جرا سيدة والمعنى في التلبيس مرتب شيء يعني اسمير كله عشان نجوزا سيدة والأصل أصل دي حديث أفيا والمعنى فيه معنى تدبي وال علة التحريم يعني علة التحريم
هذه علتي استحليتها التلبيس يعني شفت في قرشي صوت فا اوكي اللي با اوكي شبه هيك يقول بدي ابي حيوان ضواني سيدي من عبد السلام اجباطه دينتي ها أصدق من شما خستي يجب لك يا معطريدة نبينا ولا حديثو سيدا والله كريا معطريدة كان شابك شما تكريا ولا كريا درد كريا هذا الجوين في انك مباني والله شو وقت تشكيك بين جرام نبزان هيك زول يا زيادة قول دور بابا بني وقولوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت الله تصرفوا بوزن تذكو من سر الماء في الحوض يعني معنى شيء جمعه يعني أبي توبك أوجي جوهان وجريد دن شيل ترى توب دكين جوهان مزند بشيش مش دبا ديوك إفشع فيك بلا ولا هرو لما جوهان ذي حيوان مزنا شيل دبا دوار ما ظلم أوجي حوزة ويا دوي حوزة خذها توبك وقوله بعد ذلك يشير ضربات وشيم وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بخير نظرين بعد أن يحكى بعد ذلك القلوب نظرهم وقوله بعد ذلك أي بعد النهي فمن ابداع بعد ذلك فمن ابداع زلم حديث القيناء لا تسروا الإبل والغنم فمن ابتاع فمن ابتاعها بعد ذلك بعد ذلك أو بعد ذلك بعد النهي في عمر صلى الله عليه وسلم نهي كريه شندا أرت عندي حكم هذا أو مرض يبخاز يبكرة ونخوض شيء يا ربك شنا ويش يبقى يبخو أو يشبك أو يصاع كيجي فرما بقى ليه بقى على الفوري اشباطة بوشمانية دكا على الخيري على الفوري سر عجلتي بوشماني مرض ويقارب بوشماني تثبت الخيار على الفوري شكيجي خياري ده ثابت كرني من الاطلاع عليها هو في اطلاع على السب في تصليه بين رواه تصليه ومطلع شريبه أرتك قراء بقرني كخيار العيبي يعني قراء أظلم على الفورية يعني مش بعد الاطلاع على الفورية هم قراء ببجها أوبك يعني قراء بقرني أكو يعني كوس أوك بكا خب ببا ببا خيار العيب على الفورية تصلية جي أوجي على الفور يعني أو من بمعنى من بمعنى بعد مراد السيدة مقصد من الاطلاع عليه يعني بعد الاطلاع عليه وسموه بعد الاطلاع وقيل يمتد ثلاثة أيام قيل قلتيها خيار سيرو دوام كما لحديث مسلم وحديث مسلم قلتيها من اشترى شاطا مسراتا يكو بزكي كو جوانه وي هاتيا ورمانه جوانه هاتيا قريداني كسي كو بكرة فهو بالخيار ثلاثة أيام سن رجاء أو بخياره فإن ردها أجاكو بسرات رد بك رد معها بسرات را ساعة تمرين أو ساعة كيو تشكي خرمج لا سمراء أي حنطة نكو جنم أي رد بك خرمة بيعطيك. يعني كيجان باشترى جنم بهاترى قي. كسيلا البوان بهاترى البامة خرمة بوا. تمام. إجاد بي وقيل ثلاثة أيام ويجي جو تثبت الخيار على الفوري خيار الشر فورية أو يا أساس المسار خيار على الفورية هذه يجي قيلة جو سيره دليل أخذ الحديث يعني ويجيب عنه أعطي جواب دانيش بار حديثي با بأنه محمول على الغالب قد بي خيار دوامة سيروجاء أف سيروجي أغلب واو أغلب شكو أن التصلية أف تصلية يعني بوهانو أو كرين قريدائي السلاويز لا تظهروا
الظهر نابه الا بعد ثلاثه ايام الا بشتي شوجا اوت بعدي الغرام الا بثلاثه ايام نامه بعدها خشتري ولا بثلاثه ايام مش عارف ايش امر بيه اصلا ده بعدها بنخش بعد خشتري بعد شيء تمام الا بثلاثه شوجا شما الا بشوجا الظهر ده لحالة النقص اللبني قبل تمامها جبوك لحالة النقص اللبني جبو حوالكنا نقصانية شير قبل تمامها تبري تمامنا سيروجا على اختلاف العلف او الماوى او تبدل الايدي جبو نقصانية بري سيروجا دي حوالكرن ای بلای بلکی ای میوه دگش بیه یا جیوه دگش بیه یا دست دگش کریه شیلی و زیده بیه کم بیه اما کسی رو جه خدیه شون دا ارتق بلی دبه اندی کسی چی به هات به گریدان هات به گریدان بلی دبه او غیری داری غیری خانش ای پکی سی روش اوی سی روشی جعقدیه جعقدیه وابتداء الثلاثة من العقد في بازاره وقيل من التفرق شفقة تندني يعني كو بايع ومشتري شفقة تيان يعني سي عفوا يعني سي روتيج كتي حساب نفسه اه تمام الثلاثة ايام من حديث الى درباس دمية ايش قد بري ما الوقت خياري داش درباس كنين قد كوش عقدية قد كوش تفريقية عيني اه تفريقية مالي مالي عمو. من العقد وقيلة أخصاص عقدية إيش نشتك ولو عرفت التصلية قبل تمام الثلاثة بإقرار البايع أو ببينة امتد الخيار إلى تمامها أجر كي بيفهم كرين التصلية وكهانه وغريدانة دبلي تمام بنا سيروجا دبي فهم كنيج بقرار البايع باي بجم كريداية أو ببينة يا شاد ولا مديك كريداي بو ليش عفوا أزولا سيدا قبل تمام الثلاثة بإقرار البايع أو بينة آم بيتنا بإقرار البايع أو بينة أو فرتنا وقت ببينة ما أصاب سر بإقرار يعني تمام يعني ببينة ما أصاب سر إقرار أذن بيتنا سر المقدر تشكينا طيب أنا ما أنا شوف تيف عمي يعني كينا سلام على سعيد كينا خشة أم وصا أوبن أو ببينة الخش ترى بي بيها من أوصا إيه طبعا ما عبارة أمريكية تونس لا بي مقول عبارة أمريكية تونس يعني تمام دوا درست اللي عبارة أمريكية أوبن ايه ولد ابا سيدا سيدا ما مل... ويسيد اتره هي امد ابي هي شي بي هي اه النسخه ودي هي تمام ايه تمام كلام كان اه الى تمام يا ولد النسخه ما هي النسخه اللي اشتنا بيبدا الخيار الى تمام يا تمام بلا سرجه او بعد التمام يا بيش تمام بلا سرجه او بعد سيدا ام اطفال سركوكن امتد قبل تمامي امتد الخيار سيدا الى تمامها كوقت ام اتفصلت قبل تمامي ولو عرفت التصفيه قبل تمام الصلاه او بعد التمام بشي تمام بلا زياده هاتف عمكني فلا خيار اه عفوا سيدا خش شما لامتناع مجاوزه الثلاثه جنوب الشهر ودربصون ممنوع ناوي شنو بيعمل قلت السي قالت سيوب سكت باني وعلى الأول لشر قولي أول له الخيار ديش أجي كوشماني جراهية يعني ولو اشترى وهو عالم بالتصرية مال بكرة أوتزانك وبيسيرا ويقري دانا فله الخيار الثلاثة أبها سيرو جرا كوشماني هي الحديث يجب حديثة في غمنا ولا خيار له على الأولي لسر قولي أول ودبي على الفوري ولسر ديابة خيار تنى إيه شما؟ ماني أظنم شكي وقت يكو كرية بي أفندي زان بيها إجا فورية أني لد فوتا بلي بلي
كسائر العقود التي عقدت نكاح. كسائر العيوب أيضا. عفوا. كسائر العيوب لا كسائر العيوب عقودي. ما شو عيب النكاح الرد الفورية هبجي رد فورية حسير وجب بكلام مشكلة. فورية. ماله. فإن رد السرات بعد تلف اللبني اشتكى من شيلخان وإجاه أن الرد كير رد معه. يردك بالمصرات راجي صاع تمرين بالشكي خرمان للحديث بو حديث بيغنبالك ما دار باسك للحديث السابق أمس وقيل قيل قوتي يكفي كافية صاع قوتين يعني إلا قرى خرمان بفتارة هرى ميريك خرمان اللي داري ديار بكر بالي بلكي أنا أما ولا زمان كي بنا عند وقتها حديث حديث باطنا خرمان يقول وقت خرمه اللي في مملكتي كنا انا دايد دياجي انا خرمه يعني مثلا اول كيلو كي خرمه ب 4 5 كيلو جنما كيلو يكفي صاع قوتين دبا لما في رواية ابي داود والترمذي ابي داود رواية لما في رواية ابي داود هو الترمذي للحديث الثاني حديث ديارة قوتية بيغمبر ساعة من طعامين قوتية الشكي خارم خارم با بقابي قوتشتك بري وخرمشتك خوشتر اشخار فكي قوت بجيت كذا بري وهل يتخيل بين الأقوات نبين قوتا جا جنم دارس قلقل او برج او يتعين غالب قوت البلدي ترى اختلافه هي وجهاني دوجه تدعي الصح ما الصح يجهد وجه الثاني غالب قوت البلدي وقيل يكفي رد مثل اللبني كافيه رد بخاندي الشيخ أو رد مثل لبني أو قيمته يا قيمة الشير عند قيمة الشير عند إعواد المثل وقت إن كان مثل أو قشير بار التنبة وبكرة جنين بالتنبة وقابل قيمة أو قشير خاصة بش كسائر المتلفات لسواكي باشخات شتكتين تلف كرني مثل هبا مر مثل دبا مثل تنبة مر قيمته وعلى تعيين التمر سر اجيكم بجن خرمه به لو تراضي على غيري سر غير خرمه قدي عفوا سيدا تزاني شمال سر التمر فردسه محقق سندا حديثه تمر ج ابو طعامه او ترى مربوصه وصفع وصفع ابو التمر مسلم روايات كبيرة. أبي نكا أبو داود الترمزينة. يعني أبو السنداوي قوتي ترخوني تكلم البرسل بيسا بني. وعلى تعيين التمرين لو تراضي على غيري تلغير التمرين من قوت أو غيري يا غير قوت جاهزة مسلم. وقيل لا يجوز على البر سر ينبى ندرس. ولو دبي لا يجوز على البري سلقنم ناصر ولو فقد التمر خرمة نبا رد قيمته قيمة خرمة بالمدينة المدينة منوة يعني او سيدة مقصد شغل بي لا يجوز على البري شبوكت بي لا سمراء شبوكت حديث سيدة لا سمراء يعني جوه دي فهم كرنك وسمراء نرجع ازا نو نبدو طبي طبي قلو يقو قرا خو جانم نين با جانم دي من نام بل يعني خدا جوان راضي با حقيقة دنگي تاتي بريني يا ظلام انترنتاتا ضعيفة جي خو كيس كال كدري المالي دا كدري ندكشين جانا تي بريني ها آمد تي بريني اي والا أنا أقول لك أنا أقول لك حديث ضعيف أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك
چونکی هنگ جیا خورمه تنه امریکا را خورمش کمینه که اگر دورم که آوه وره میدانه هم ده مثلا قط قط گنم زیده یه مثلا وکا فطره به وکا فطره به مثلا غالب قوت بلد چه به آو صابده ادم دهار حتی جرایه ما حتی جمر حتی هم مننه مثلا مثلا ودنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتی امر بیویه مقصد جیه ذكر الماوردي أقضى القضاة أبو ماوردي ذكركية وأقر الشيخان ونووي ورافعجي قبول يعني قي ماوردي بني وانا علي ماوردي قال مظنة أقضى القضاة سبحان الله أحكام السلطانية ماوردي تكتبوي دي والله من ده صال بري قندي لا صار بالي قند بأحكام السلطاني ما وردي كتير كي مكمل. أما رد المسرات قبل تلف اللبن أما أو حيوانك وهاني وي هاتيا بالا مشكل أو كنا بأنك لي قري دانا دبالي كي شيري وي نخوار تلف نكيريا دبري وإذا قرد بك فلا يتعين رد الصاع معه رد الصاع بلبن بأوكرا ترى نشر إيش هو هالشيء هالشيء ندوتي ها نانا دوتي أما الشيء نخوالي ها السيدة أو السر قيمة تشتكي بجي أو بالكش نبو دبي ولو فقد التمرة رد قيمته بالمدينة دي. رد قيمته قيمته التمرين في المدينة يعني القري فيتا مدينة لا القري فيتا ديار بكر يعني القرى مدينة منورة لا القرى ديار بكر شكل ديار بكر بقى باية مدينة يعني تامي أو تشكي غاء وسبع الكيشة رد قيمته بالمدينة دي يعني أما رب المصرات قبل تلف اللبن فلا يتعين الرد الصاعي رد الصاعي مع عهود قلبني شرط منه كما لجواز أن يرد المشتري اللبن شير بده شير يكون جيدو في عيني ويشيري دكي أشتا شيرته مرتبا ويأخذه البايع وبايجي بقرة فلا شيء له غيره تشكي بايعي رانينا غيري ويشيري أفتش ما بيقول سيدة أساس مسألة شيء يا بيجن مسألة وقتها كميرك دباغه ويا حيوانه دفروشه او شیر قدوه آنه ده تی دایه او شیر بایه پشتی کرینه شونده شیر اید و اید مشتری آمسل سرویه لما بیاوید از اولا نانا جغور جغور او تابعه او تابعه وی حیوانه یا تابعه مبیعه یا یعنی او جم متصیله یا مبری در باز که جم متصیله یا که جم متصیله به او تابعه مبیعه یا سیده مساعده بکه تشکی بیر وقتا که دفروش او شیر یه پیراته فروختان ایه وقتا که ودگارینه دنگیم تیت او شیر ایویه شیری یو خواهد شیری یو خواهد ایه که شیری بخواه یه گریب فتنه یه ویش بده توی گیری و گران اما تا شیری و نگران دوسا اوی شیری که ویگاوی تیده بیا دوسا اوی شیری دادی ببانشتانم بله راست سيدا شاري كنت بيجي اما قبل التلفي فلقيت عن رد الصاعي ارجبوت شبت بيجي دمك هنك حديثي قلتنا همتي شير جي عدبكي همتي تمر جي عدبكي يعني انا خيرا خيرا خدي يا مصابة اري يعني قلتنا خستنا بيجي ابا هنك قلتنا بيغمعسا مقصداوي الشير يعني تخدي بدي اللي تي تم صاع التمر جي بدي يعني تكتير نادي جي تي تمر بدي يعني وكي يكو هدف خستة داينة التمليك إجا أرد بي وهي معنى ردك يا ودي نبي نوصى يا وهي واش حديثة يا نشفع مكيرا نبي معنى ينام أول بيجا فإن لم يتفق ذلك أجل دانو ستندن إمكان نبو يعني قرد داوي شيري بك أو جيش خرشيري غبقرة كما لعدم لزوم بما حدث چونکی چواک متفق نبو امکانا
دوتیه حتی چی آتیه و شیر بینا و شیری خودانه یا خور نزارو کیوی یا نبیاش یادم بیده جد دیما حدثه سبوچتی کرد بی بیعی دا بی کرینی دا اینکی شیرید نکا کردی و اختلط من اللبنی و قرش میش بیاج شیر من جیت المشتری اشترت المشتری دا شیری ویش کرده تاوی یا و بیدیابی طراوت اللبنی و حموضته یا خود ام بيجن او شي او شي ديوي او تزتي او يا ترشيتي او جيتشي من جهه البايع اشترى في البايع دا جيتشي وي غبي ديوان دورمادا في امكان ردينا ده عفوا عفوا سيدا عفوا او بذهاب طراوه اللبن او حمودته يا دتنابه وي عطر كيف ذهاب عطر كيف حمودته وا شو منه یا تی بیجی ترایا شیر چیه یا لی شیر ترش بیه نکو تی بیجی و بیدی ساده بول که و بیدی تراوت لبنی و حمودتی عطا بسر زیاده او حمودتی آمن او حمودتی آمن ده بوسا یعنی یا او تزدی اوی چیه و یا قد ترش بیه تمام من جهة البائعي وقال وجب رد الصاع واجبك قراء صاع وشكا خرما أزولا من جهة البائع أطلب سير يعني أو بكود الوقت خود قراء ذبي السيدة ولو لم يتفق هو يختلط وأوهاب ما سيدة ذهاب ما بس ذهاب ما وجب رد الصاعي أجلسي جوابا لبي اجا ولو نا بكل مثلا امبيجن جي طرف بايع اذا ترش بو بايع اش طرف بايع اذا او كيتيا ويتشو بيه وجب رد الصايد نا زكاوي هذا طبيعي ها؟ شيلا مش عارف زكاوي لو لم يتفق ذلك ايه؟ متفقنا بو دانو سندنا ويشيري لعدم لزومه شمكي لزوم الدايني رابو بشي رابو لزوم الداني؟ بما حدث فتشتكو او شير جانكا كتا قوانو كتا نبوي شيري ويختلط من اللبني وكشتي بيعي ليش اشير قلتو شير كتا نبو هبدو ويختلط من اللبني من جهة المشتري اشترف المشتري دا كتا نبو ايه قابي او كي جابه ده كاروي شيري نعم نكارو يا وبي ذيابي طراوة اللبني وياخد او تزتيا شير شو وحموضته وبحموضته وبذهاب ابكي وحموضته ويا شيري وترشبو حموضتي شير ترشبو من جهه البايع طرف البايع اذا ترشبو نقر نقر شير عشبو اكو شابو وكي حط نابا اوصى نابا ازولام جي طرف بايع اذا طرف بايع اذا شير ترشبو به چما وی اوی ابیا خورما بسر دا بدهو دینا شیری نیرو کسی کاره شیر و گری ایه نیجات موبی دیابی طراوت اللبنی و او حموضته حموضته و به ایف شیر تشربه من جهت البایعی وجب رد الصاعي واجب رد الصاعي يا عبارة كرد وهذا زحف كرد كليكم معناه ما يفهم أنا خذ زانة وصنابة دقيقي سيدنا من الصاعي أنا أبي أشيري خو شيري شي مشتري أزولام يومه مشتري شير دوت تمام مشتري شير دوت ورابو يا أيو أي خو كرنا وها يعني نورمال دن كبش دوت يجي في حسيا كبابي خابان دي جرى شيري وجري بتبي حيوانوي ها امیل او تشتی کوتیا میدانه ابیا باغلی وی نما و رابو وی شیری وی شیری که تبی شیری خو یا وی شیری تراتیا وی چو یا او شیر خراب و جترد جترد مشت دقیقی جترد مشت از غلام اتبه از غلام تا گو گو بس جا جی بیم بس سری مکه بگره آه بس سری مناکه به من جیت المشتری شیری سری سمید دو شیری شده بود که شیری ایگاوی پانی ماده شیری دو سری سمید دو بو بری باری جا شیری کو
بري بارج كذا سروي يعني ويا حيواني فرقنا يعني او جاي بري اي بري اي بري كريني او شيل امريكا اي بشتيك مثلا كريا شنو شيل ميا يعني سيدان ويا شي حيواني خرش هذا الدرو لا قلب سليمك يا بابا سليمك يا از نكت خدم سليمك خدم سليمك خدم مسلي منك يا مني شو مسلي منك يا يعني كو اگر شير جي طرف بائع دا بني من جه او حموداتي من جهة البائعي به كو بائع رابع شير ترش بكه او شما بيان رابع وجب الرد الصاعي او او خرما بسر دفت دينه او يا نوبا او يا بسلي منك يا غلامي تمام يعني كو بسلي ود كفا غير او بسلي مخنجي ناسي انا كو ترشبونه تمام او ترش بویان جیت او تزدی اوی طراوت اوی خراب بود جا اوا کاد طرف بایعی او چا چید بیان میری که هانی مشتری او دوارا بری او چلک او منگان بری دو دیه دو رانسه رو رو من جیت البایعی با منی مرع سلام من جیت البایعی با خورمش خو حقی بی تنم من جیت البایعی با وی وی شیلی وی خرابی وی وی تمام شلمه منه با بلی وان تش یعنی معناوی اوه مثلا او تزدی اوی جه چو ویان شیر ترش بو او یاد بوجیم طرف بایعی ده بو یعنی کش طرف بایعی ده بو چه یعنی که دمکی بایع نحاضر بو ویا بایع آنیدن قبول نکر شتکی اوها ببه اوی قابی اب خرابونا شير شي بو وجب الرد الصحيح. ايه شما شما وجب الرد الصحيح شما شما يعني اب قصور اب تقصيراتي جترى باي الى شبيه شما دي خرما جي بالميو وقتي كو جترى مشتري دا لا وشان ما بيجا يانش معناتك ويقا بي وصاعي دابا قال وي صاعي فقرين شمتي اب خرابو جترى باي الى شبيه ها ليه وجب الرد الصحيح يعني بايع وي وي صاعد بسير مشتري ده بقري ايه اوصل بقري ايه تمام تمام اوصل ده بقري اوصل مشتري أوصل. يعني تمام ام بي مشتري اني بو قشوي شيري كوتي جوي دواري كرت بو شغلان بو ايه جا او شيري هاني او كوتيش تك بيهات امريكي ساعة كي دو بايع ساعة كي دو بايع لازم او بايع ويا سر ده بقري اما اقشع عبارة وينا ده نشان دانا اجوارا من معنى سيدان من ويسي فهم كير من اتشما لعدم اللزوم هي بما حدث لزوم مشتري ها بما حدث ويختلط من اللبن من جهه المشتري واختلط من اللبن من جهه المشتري وبذهابي اي عرفت كيف وبذهابي طراوه اللبن او حموضته من جهه البائع وجب رده ده هر دو سهوله تجي وجب رد الصاعي شو صار شد طيب لك اي بايد لك ولو علمت تصليته قبل الحلب سيدنا سيدنا شنب يا بس بني واختلط من اللبن من جهة المشتري جي أو جي وجب الرد الصاعي وي أو جي قد دبل بدري من جهة المشتري جي أو جي قد دبل لا يا سيدة مال الصعيب تنالوي أنا أز يعني شيء فهم ذكم شو ما ولا دقي هناك أنا سيدة تيم مغلقة راسته يا أبوي إغلاق تذهب شيء كي هلا كاب يا أبوي كاب شو ما هو بني ويتشكي نافجة سيدة مال ويسيدة بني ويتشكي نافجة نانا بيدا تشكينا بني ما ما تشكي كابس قال جو بني جامعة تنالوي بني رسيدة انا اتكلم باش ادلرم فقط دوام بكم تمام كده دوام ولو علم التصلية قبل الحلب بري دوتني زانيك هاي ملك تصلية كرية رد ولا شيء اوه مصارات يا رد بك وتشي سريع تنة تمام اي سيدة اللي فيدرا بسا ازولم اللي فيدرا بسا لفرا درس ما بس سبي درس ما ايه دايت تمام مش مش ولا اصلا ان الصاع لا يختلف بكثره اللبن بالصاع كي خرمه بقرينا او صاع بتربونا شيء وقلتي تكون شيء دقشنا شما اذار الحديثي جو ظاهر الحديثي قلت له لو قلت شيء قربه عندك قلت شيء شيء بدو شيء صاع كي
والثاني يختلف قولي جديا عشي أصحي هذا الصع دقشت به فيقتدر فيقتدر التمر أو غيره بقدر اللبن تتخذ الكرنة بخرمة ويا غير خرمة بمقدار الشير فقد يزيد على الساقي والصاعي وقد ينقص عنه جارنا الصعيد بزيدة جارنا جيد بكي يعني القرشي الصحي والأصح أن خيارها خيار مصراتي المصراتي لا يختص بالنعم ما خاص وهي الإبل والبقر والغنم خاص بالبزو جلك وفسن دبان بل يعم كل مأكول من الحيوان حيوان قوشي تيخورني هل حيوان خاص بوي عمي بوي باشي والجارية عمي جارييجي والأطانة وعمي شكريش لجد بأطان بالمسنات دواية أطان شيء الأنثى من الحمر الآلية ميز كري يلي شما لرواية مسلم من اشترى مصراتاً لحيوانك الكشريوي قواني هاتبه قريداني كسي كبكرة نقول لك دابة وبقر وغنم بها وكيف نقول لك مصرات تتبه برا تخوضي برا جارية برا تخوضي برا كربة فقط وللبخاري بخاري قلت من اشترى محفلة وهي محفلة بالتجديد من الحفل أي الجمع يعني يكاكور شيري هاتيا توب كرني ولا يرد معهما بجاري وبأتانرا شيئان شكي بناغرين بدل اللبني قاصلك الشيطة تشكي بناغرين أما جبوك عيبة تيفك أو حيوان تيفك لأن بدن اللبن الآدم ياتي شيري بلك لا يعطاد عنه غالبا إيواد جراتنا أغلب ولبن الأطاني الشيري كران نجس لا عوض له عوض يجي كنه حالك البغالي شما شيري بيركا عوض جراتنا مثلا يك ببهران نقارة صبية يك بمجينة سيدا اويانكا صبية يك بمجينة بأجلات اوياد بها اما شير شيري كنت فسيري ده چقاسة چند غرامة چند چقاسة ويشيا ويشيا تتكسكي فيها بنانا فرة هندكت يا نزاني او حقي خيكرني دي يعني دي حدثي موسى ببرا وميجان دي بلي دي حدثي موسى كريغ ميجان دي ببرا يعني بلي كلام كزما وفي الجارية وجه فإنه يرد معها بدل اللبن جاري جبدا وبدل الشير جبدا شمالي طهارتي شير طار ومقابل الصحي أن الخيار يختص بالنعم خاص بالدذو فزو وشركة فلا خيار في غيرها من الحيوان المأكولي حيوان كوكوش تيوانتي وخارني بمصرات هذا جي رد خيار تنة شما لعدم وروده غير نعم هذا خيار هي وارد النبي تمام والمراد في الحديث المصرات والمحفلة من النعم مصرات ومحفلة زيتي زبدو ومياء وجلة ولا في الجارية عين زمان شواد حيوان قوشت وانتي خورني دواندا أو تنة خيار تنة جارية تنة كما لأن لبنا لا يقصد إلا نادرا شير جارية قصد ونا يكرني إلا هندك يعني كم إنسان كي يكون جارية بسين أجبجة هذه بجم لا جارية شير بصبي خلقي خوي كجبو كرا إيوسان نادر شو حكمي تنة ولا في الأطاني وكرا داجي إذ لا مبالاة بلبن نياب شير اعتبار تنة نهاي شيريوان تفوش سيدا شيريوان انت شيريوان سيدا تنقو سيدا تنقو شيري كرا تنقو شيري كرا علاجه تعالى نقو دكتورا فتوى در خصم قلتو شيري كرا علاجه يدي ايجا عشا كالي سريع كومبول ايجا
والله سيري غير كذا علاجي بشه بش اي دمجه لا توفي الثاني اسلام باتبي توفي بانه مقصود أجي كنت بلا مبالاة بلبنية أجي هاتي تفكرني بأن لبني التادي التاني مقصود لتربية الجحشي تبو تربية كركي أوكا كريكاوي ولبن الجارية وشيري جارية الغزير قربة مقصود سيدنا عليه السلام قلت له خبر دي ميغرافونه وغيره بقريه تمام مطلوب في الحضانة دي وقت مثلا سليم نبيا فيكن بالقراء أدودة طلبة كبني مؤثر في القيمة لقيمة تأثير وما ذكر أنه المراد في الحديث خلاف الظاهر منه أو ما تشتك هذا ذكر كبني وقوة فنم الحديث إذا صادجا نعم دن إذن كان لا مراد أذيان كان خلاف الظاهر حديثي يعني هما أبي جارية وكرجة كمان تذكر تمام وحبس مال القناة والرحى أبا جه أوكي أبا جه وأبا أنشي حبس كرني المرسل عند البيع وطب روطاني أبي بردة وكي يجي بقرة وتحمير الوجه وجهي صورك وتسويد الشعر مي رشك وتجعيدي قرشبك أبان التجعيد الضال على قوة البدن يعني بدمك واي قوة فيها أبانا يثبت الخيار للمشتري عند علمه بي يخطر بضم مفاني شاط نكرني يعني يك فوريخ سيدا يك فوريخ بوياخ بك يجبونك وراء حبك يشخاش سوريا بينا أم يا نابا نه نبعثة فروتاني كي نبعثة جنانيني نكي عيني أزونا بايت بيه بني دبي ريقو بني ريقو صا مثلا يا بيلكة ريقو صا صور دكن درمان كتير دن يعني كوفا قوتينا قوشلينا عيني لا صور من قوة تجعيد قوة يعني شلون قوة صور كيرا خشلونا ايه طبعا يعني اوجي دلاتي سهر دي اوقا بدانت يعني تخاذبونا بدانت اوجي تجريس يعني دوانا تمام اداجي خطندن ايه دويتا تباجي خيار هيا لا لا تخوصوا به أي العبد بالمداد وجل حبرا مبرا جليخة تخيلا لكتابتي يعني أذيا وازانا وقمي أزماوي هي أذيا نكان نعم وفبانا غير كاتبي وضب حبرا أوكي جلي غستي أزوي خلبي لبلك يازجي مازجية وباشي إذا كان يازجية أذيا نابا وسبب القشمة فإن أولا أسبك الخيار لا يسبك الخيار بذلك خيار بذلك صابتنا في الأصح قولي الصحبة والثاني قولي ديديا ينظر ينظر إلى مطلق التلبيس أي نوع كي خبان تدعي سيدا بس عفوا مثلا يك أو هر قيز كي كشكي ببينا بني كي كشكي ببينا كشكي نتشا قوافور يا خود خود خوش رنگي خود درد خا دبو يا خيدا تمام او في جنج تشلي نرات بي ولا قولا قول پنيه افياجي خبان دناكي ميكي ايش بقى بيرا نازل جنازة ايه تخاذة فرين ايه تمام من ايه دي شدي تني اتسكيري سابر جن ايه يعني انا خاباندنا دي زماني هي ايه خاباندنا هي نعم خاباندنا تنه تو كس كسي نا خابينا شو وقت هاتو تش بيان الباي هاتو دي قرن هاتو دي بينين هاتو دي حميز سكين بمهاب هذولا دي قرن اخلاقي هات طبيعتي هات جاني هات هات شي هات دي باشي بابا خده زانه مقو و خواباندن که اوائی چه بیه شو یک و قیزه ببینه سیدا شو یک و قیزه ببینه قیز که نشانی ویدانه یک دنه و پاشه یک قیز که دنه دانه که آه ایک وای چه با خواباندن کنه ها اگر تگشکه اینه آه دی پاتره و عمالت خودت طلبیه سیدا